مبادرات شبابية في محافظة الطفيلة لترويج المواقع السياحية والأثرية التي تزخر في المحافظة في ظل ضعف الترويج الحكومي والمخصصات المرصودة لتطوير المنتج السياحي فيها. محافظة الطفيلة تحتضن ما يزيد عن 7 مواقع سياحية ومئات المواقع الأثرية، بالإضافة إلى تميزها بالعديد من الموارد الطبيعية، تعاني من ضعف الترويج السياحي ما دفع الشباب إلى إطلاق مبادرات لترويج مشاريعهم والمواقع السياحية. نحن كشباب موجودين في الطفيلة وبمحمية ضانة خصوصا بنفتقر للترويج السياحي الموجود في المنطقة وللمنتج السياحي بشكل عام في الطفيلة الضعيف جدا، وما في أي جهة داعمة ممكن أنها تروج لهذه المناطق. نحن بنشتغل على الصعيد الشخصي، كأنا كمصور فوتوغرافي بشتغل، أنا العديد من أصدقائي المصورين بنشتغل على يعني ترويج لهذه المناطق. في ضعف كبير في الترويج للأسف، يعني المواقع الموجودة، المناطق الأثرية موجودة، ليش ما نستغلها؟ في مناظر طبيعية كثير خلابة، في محمية ضانة موجودة، ليش ما نستغل هذه المناطق حتى نوفر على الأقل فرص عمل تخدم الشباب. هؤلاء الشباب يعولون على تفعيل القطاع السياحي واستغلاله بالشكل الصحيح لخلق فرص عمل في الوقت الذي وصلت فيه نسبة البطالة إلى 27%. اليوم تم التطرق إلى الفرص المتاحة في المجال السياحي تحديدا، وكيف من الممكن استثمار هذه الفرص بحيث نقلل من نسبة الفقر والبطالة التي توجد بأكبر نسبة في محافظة الطفيلة. تم هو وضع العديد من التوصيات اللي من شأنها النهوض بالقطاع السياحي وإيجاد فرص عمل للشباب الموجودين فيها. من ضمن هذه التوصيات أنه عمل رائد بإيجاد منتج سياحي جديد بالمحافظة وخلق فرص عمل جديدة للشباب بهذا القطاع الموجود عندنا وتشجيع استثمار السياحي بمحافظة الطفيلة. ضعف الترويج السياحي وخلو وموازنة العام 2023 من مخصصات لتطوير المواقع السياحية والأثرية يطرح تساؤلات عن الحلول التي بجعبة الحكومة بعد أن طرح الشباب حلولهم لتطوير المحافظة سياحيا. عبد المهدي العواجين، رؤيا.